السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي علي عز، وكما وعدناكم في الحلقة الماضية أن القائد السادس هو اسمه الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزي القرشي. ولد سنة 28 قبل الهجرة، وفاته 36 هجرية. غزواته شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دهائه في الحروب ومن شجاعته في غزوة الخندق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا. فذهب على فرسه ثم جاء بالأخبار، ثم قال في الثانية، فقال الزبير: أنا. ثم قال في الثالثة، فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لكل نبي حواري، وحوار الزبير. وافتداه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بابيه وأمه. وهذه منقبة عظيمة للزبير بن العوام. صفاته: الوقوف عند حدود الله، التوكل على الله. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع القائد السابع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع السلامة.